قالت شركة فايزر الأمريكية وشركتها الألمانية بايونتك أن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح كورونا تعرضت لاختراق إلكتروني، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية EMA. وأكدت الشركتان أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في اختبار آثار اللقاح عليهم. وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية EMA أكدت أن الهجوم الإلكتروني لا يكون له أي تأثير على الجدول الزمني مراجعتها للقاح، ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هي المعلومات الأخرى التي ربما تم اختراقها. وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أعلنت اليوم الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع من إعلانها الموافقة على لقاح كورونا.